انت ما طلقتني لانه شغف هيك بدها؟ لك جاوبني. شو بتفرق معي؟ بتفرق وبتفرق كتير كمان. لا ستي ما بتفرق، الاسباب مو مهمه، المهم النتائج. معقول بتحبها لدرجه انك تكتب لها وتبعتها مهرجانات؟ لك انا ما قلت لك هذا الشغل عند فريده بدالك يا مستكتر علي الشغل عند فريده، بدك يعني ضل مكسوره مشان ترتاح مو هيك؟ لك فاتنة انت مرتي مصاحبتي. ما زالني مرتك، ليش لك يادي ضعيفه؟ قلت لك بس انت ما بدك تفهمي. اي معلش فهمني. اي لا مو ضروري. لك حتى الكلام مستخسروا فيني وصاحباتك بتعطيهم كل شيء. يا اخي مشان الله اعتبرني شي صاحبه من صاحباتك. للعيمه خليتي وليه؟ للعيمه خليتي. يلا انا صار لازم امشي ابو خالد وهلا بعطيك المفاتيح. لك وحياة راس ولادي يلي ما عندي اغلب منهم، انا ما كان قصدي شيء بهالحكي هذا. بعدين يعني معقول الحب اللي بيناتنا هذا يروح بهالسرعه؟ شبنا كل العشاق بيختلفوا وبعدين بيتصالحوا. عقد البيت باسمي ونسخه المفتاح اللي معك بتعطيني اياها، واذا يا ابو خالد هذا الموقف بيرجع بيتكرر مره ثانيه بحياتك ما بقى تشوف خلقتي. خلص مثل ما بتأمري، وانا غلطان وبالسهل تضربيني بكندرتك. ايه بس انا ما بعمل هيك وانت بتعرف. يا ستي انت احسن مني وانا ما بستاهل. منيح اللي عرفت. انا عارفان انه انت ما بدك تتنوعي بوشي. ايه مزبوط. طيب يعني هلا معقوله وين راح هداك الحكي الحلو؟ ما بقى في منه يعني غنوجي بيبي حبيبي شو بنا؟ ايه لا لا انسى بالمره، لانه هاي الحركات طلعت ما بتلبق لك بنو. ما بتلبق لي. أنا بعرف كيف براضيكي. بروحي هلأ جهزي حالك لنطلع نتغدى بشيرنة. خد مصاريك. هلأ هيك؟ طيب حبيبتي أنت هلأ ارتاحي والمساء أنا برجع لعندك بتكوني رأتي. ما كان بدها كل هالزعل مو؟ مثل العادة استخفاف بالأمور عبس. هلأ منشان وسام كل هالشي؟ عائشة مو من حقك تطلبي مني هيك طلب، عن جد في شي غريب؟ بتعرف إنه حشور وبنكش ورا الواحد. أنت جاية تقنعيني ولا جاية تعتذري؟ هلأ هو إذا طلع من هون ما يعني بطل رفيقك، ولو اني بشك انه رح يتواصل معك. بالله جد ضلك تمسخر، بكره شوف هذا وسام لوين رح يودينا. ليولة طمنيني عنك. لا هذا اكيد واشي. ايه طبعا انت عرفتي تمشي على اصابيعي. ليكي هلا بس لو وصل بدي حاكيكي مشان تقولي لي شو بدي اقول ليزا. شو نسيتي؟ لك ما فيني اجي لعندك لانه وعدت اوصل على بكير. طيب حبيبتي يلا باي باي. مدرسه يا ليان مدرسه. سرهان يا سرهان. شو عم تشكيلي للبابا؟ لا ستي هو شاف. استني خدي هدول، ما بدي اسمع ولا كلمة. روحي جيبي العصير. يلا سرهان. الحمام حليب ولا بلاها؟
خلص انا قررت اجي اليوم. عمل لك بدي اليوم خلص على مسؤوليتي. بكره؟ طيب رح فيق بكير بكره واجي. خلص اوكي. بكره رح تصير مثل انف الخنزير. مشان الله لا تعامليني هيك، بدون شيء انا كرهان حالي. هيك؟ لك انا منيح مني لساتني قاعده هون ابو خالد، انت قلعتني، قلعتني. يا ستي الحق معك، وبدي انلق بالكندرة منيح هيك. ايه بس انا ما بعمل هيك، انا احسن منك. فعلا انت احسن مني، معك حق، معك حق. بدك تعطيني شوية وقت لحتى انسى الكلام اللي حكيتني يا ابو خالد. والله لبكيك دم يا ابو خالد، لكن انا بدي بوس صباطك. فوت ابو خالد فوت. لبات ايدي ابو خالد. اوف ليش بقى؟ غيرت اسمك؟ معك حق، معك حق، لانه الغلط ركبني من فوق لتحت. ايه بسيطة، الله يسامحك. ضيقة للقي من قهوة. ماما 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 ابوك جاي. شو شبيكه معنا اليوم؟ ولدني مرتين. ايوه الله يديم المحبه. ماما ليش كوسه محشي؟ ما قلت لك بدي شيء نباتي. اي خلصينا بقى، مرقي لي اياها هالمره. يعني انا هلكت بحفل الكوسه وحشو مشان حضرتك تجي وتاكلي بطاطا؟ انا عم عود حالي مشان بعد الزواج. الله يوفقك، شيلي هالكوسايات من قدامي هون. طيب هلا اذا اكلتي لك وحده شو رح يصير؟ ما بدي اطلع كذابه من اولها، انا قلت له اني نباتيه. تصطفلي انت الخسرانه. روحي ماما شوفي من ايدك وانا بساوي لك اياهم. انت سلم هالايدين. غيري اوعيتي. بدل ما عم ناكل طبخ عم ناكل بروستد. شو بالبروستد؟ كثير طيب. لا رح امسك هلا بس اغسل ايديي. بتحبي جانح؟ لا خلص انا شبعت. طيب صحة وهنا. شامي حبيبي حطي ابريق الشاي على النار. غير التهديدات لا. الأشخاص اللي بيكونوا هيك صدقيني بيوقعوا فجأة. بتعرف؟ منيح اللي طلعت نظيف. يعني كنت خايفة تكون وسخ تطلع لك ريحة تم مثلا بيع. إيه هي فائدة الاثنين يعيشوا سوا قبل الزواج. عم تشوفها لديما؟ لو سمحتي هذا الشيء اللي خسر فيتي. نعم نعم نعم. شو عم تقول؟ نعم؟ شو عم تحكي أنت؟